خطوة من الحكومة وأخرى من المحتجين، ومسافة تزداد اتساعاً بين الشارع الغاضب والحكومة في إسرائيل بسبب قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، حيث أقرت لجنة برلمانية أول التعديلات بإلغاء بند يمنح القضاة، خصوصاً قضاة المحكمة العليا، سلطة المراقبة القضائية لعمل مختلف الجهات التنفيذية في الدولة. وتشمل المقترحات الأخرى في القانون تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة الأغلبية في الترشيح للتعيينات والحد من سلطة المستشارين القضائيين في الوزارات. كما تتضمن المقترحات بنداً يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بالتصويت بأغلبية بسيطة. ورداً على خطوة الكنيست، صعد المحتجون من تحركاتهم، حيث تجمع المئات خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا، وانطلقت مسيرة سيراً على الأقدام من تل أبيب إلى القدس. ويعتزم المشاركون في المسيرة الوصول إلى الكنيست والاعتصام حوله للضغط على الحكومة للعدول عن القانون. في النهاية سنصل إلى الكنيست وسنتحرك حوله. ما نريده هو التأكد من أنهم لن يمضوا في التشريع الذي يمزق البلاد ويدمر ديمقراطيتنا، لكن إذا استمروا فإننا سنظهر أن شعب إسرائيل لن يمنح أي شرعية للحكومة لفعل ما تقوم به حالياً. وتسببت التعديلات المقترحة في واحدة من أطول الاحتجاجات في إسرائيل منذ قيامها، ولوح جنود الاحتياط بالتغيب عن الخدمة، وهددت نقابات مهنية وعمالية بالإضراب عن العمل حال تمرير التعديلات. وتقول الحكومة إن هدف التعديلات تحقيق التوازن بين السلطات، بينما يقول المعارضون إن التعديلات ستقوض الديمقراطية والنظام القضائي.